هلا، السلام عليكم. كي داير المتتبع ديالي؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم جيت وجمعت شي جديد. المهم باغي ندير معكم كاب كيك، واني باغي نشارك معكم حتى هو واحد لاغوسيط تاع كاب كيك. المهم بالنسبه للمقادير، عندي هنايا ثلاثه د البيضات، وعندي هنايا سكر فاني وبيكان باودر، واحد الكاس يعني باش غنعبر يعني السكر، باش غنعبر بالسكر الزيت والحليب. صافي، هادو هما المقادير. واحد شويه ديال واحد القبيسه ديال الملح الا بغيتو، هادي ماشي ضروري. المهم هادي بالنسبه لهادي فاني السائله. المهم بغيتو ديروا عادي ولا مبغيتوش ديروا غير كفاني، يعني فيها الكفايه. صافي، والطحين على حسب القانون. المهم دابا غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا كما جبت لكم يعني ثلاثه ديال البيضات، واحد القبيسه تاع الملح واحد شويه، وبالنسبه للسكر يعني غادي نعبر واحد الكاس ديال السكر سميده. هداك الكاس باش غادي تعبرو السكر، تعبرو فيه الزيت وتعبرو فيه الحليب. هنا باش غادي نطربهم، نضربو البيض مع السكر و الملح، واحد ساشي ديال سكر فاني، وواحد شويه ديال حيدة آدم تدوبلي. ندير هني لاخر كيفاش قلت لكم فاني السائله، وانا هادي بغيت نزيدها وصافي. ها عندي ميلونجيو باش نعملهم، حركو غير ساهل باش ديرو في الدار، احسن من هذاك الكاب كيك اللي كتشريو ديال لي ماكازا. هذا من احسن نوري يدير في الدار، احسن له حاجه ديال الدار، ماشي بحال حاجه ديال لي ماكازا، يعني ما كديش الوقت وما كديش حتى المقادير بزاف. يعني كاس ديال الزيت، زيت كوبا ادم بحال اللي كتلعبو، وكاس تاع الحليب. لا حرك الاول غير هو صافي. ها صافي، كاس تاع الحليب قبل هذا انا نحرك كاس الماء. صافي دابا غادي نجيب الخليفة غنبقي مع الطحين هادي. المهم بالنسبة للخليط هذا هو كيفاش كيجي الخليط. دابا غادي نبدا يعني نغرب الطحين. عندي كاس ديال الطحين هنايا رجا، مع كيس تاع بيكان باودر. صافي غادي نغربلو. صافي غنحرك الكيسان، كدير لكم جوج كيسان كدير هاد الكيسان. يعني ديما الطحين دا كيضرب واحد الدور حتى هو، كاين الطحين لي كيشرب وكاين لي مكيشربش، يعني الطحين ماشي كامل يعني بحال. غادي تحرك غادي في كاتر جي. قالك ماشي هذا، ماشي هاد لاغوسيط هادي. بغان كاتو تختي بوم، نديرو نهربو من هذا عاود. اتو جوج كيسان زيد دير باش نديرهم بالعبار. هنا غربل مادام قال لك بغا يدير معايا عروسات نتاع كاب كيك. حركتي ونحط حط هنا هذاك غادي تهز ليكم جوج كيسان ونص ولا جوج كيسان بركة، ولا ثلاثة كيلة يعني. أنا غندير غير جوج كيسان ونص، يعني نزيد غير واحد شوية، يعني العجينة هي ثقيلة تتقال. رجا نزيد واحد نص كاس، واحد نص كاس تاعي بركة. صافي الحرك. صافي هادي هي العجينة، جات لها جوج كيسان ونص تاع لافارين. بالنسبة للعجينة هي كتجي يعني ثقيلة.
صافي دابا غادي نجيب هذيك المول ديال كاب كيك، يعني عاد ندير فيهم الكويرطات ونبدا نصب فيهم. المهم دابا جبت لي مول بحال هادو اللي درت فيهم الكويرطات تاع الكاطو. صافي غادي نجدو دابا باش نعمر فيهم. وجبت اطون واحد الاناء يعني باش غادي نفرق العجينه، ندير واحد شويه ندير فيها الشيكولا، يعني واحد شويه باش ندير الشيكولا في الوسط، واحد الجلفه، واحد معلقه ديال الشيكولا هذه هي الشيكولا المسوسه كاكاو يعني مسوس ديال خاص ديال الكاطو. هذه غادي ندير غير واحد المعلقه في الكاس، لا نص معلقه بركه، حيت على حساب العجينه اللي كتفرقوا ماشي كنفرقها في الوسط، يعني كندير واحد شويه باش نديرو في الوسط وصافي. المهم غادي ندير حيد يديك، ندير هاد نص معلقه ديال الكاكاو، غادي نخلطها مع واحد شويه ديال العجينه. نتوما الاختيار بغيتو ديروا نص نص، يعني نص عجينه بيضاء هكاك ونص مع الشيكولا، ولا بغيتو ديروها شويه في الوسط ولا. المهم انا غادي ندير هاد العجينه هادي اللي زيد درت فيها كاكاو ونديرها في الوسط باش نوبل شويه ديك في الوسط. هذا راه كاب كيك، هذا كيعجب الولاد الصغار، الدراري الصغار يموتو عليه. الان الشيكولا قالك الان يا سي ادم شتو صافي اسهل طريقه بما يكون. صافي نحيد دابا نبدا نحمر ونحمر لي معايا. بسم الله على بركة الله، نبدا ندير نزيد نزل لهنايا. صافي غادي نبداو تصبو. دابا غادي نستمر معاهم كيما هاك، يعني حتى نعمرهم، مغاديش نعمرهم يعني نديرهم نصوصا حيت راه كينتفخو. عاد منين نكملهم نبدا ندير لهم هذيك العجينه ديال هذيك الخليط اللي خلطت مع الكاكاو، ندير عاود ندير واحد شويه في الوسط وكيجي احسن ديال لي ماكازا 100%، احسن درجه واحسن طريقه. المهم دابا غادي نستمر مع كيما هاك، يعني باش ما نطولش واحد شويه الفيديو حتى نكملهم ونرجع معكم. صافي بعد ما عمرتهم كاملين مني، ودابا غادي نبدا ندير لهم الشيكولا، هذيك الخليط اللي درت فيه الشيكولا، ولا ندير معلقه معلقه في الوسط هكا. باش تنوعوه واحد شويه، ومن بعد ملي يطيب نتوما تزوقوه بالشيكولا ولا بلاك كريم ولا اللي تحبوا. انا كندير لهم الشيكولا، الدراري كيعجبهم مع الشيكولا الفوق. ولا بغيتو عاود ديروا عاود ثانية كيفاش قلت لكم، يعني العجينة تفرقوها في الوسط، نص ديروه هكاك بيض ونص ديروه الشيكولا. صافي كيما هاك كيما هاك كيما هاك. صافي دابا غادي ندخلها في الفرن، صافي غادي ندخلو في الفرن، يعني نديرو الحرارة يعني غي متوسطه. المهم غادي نشعلوها من تحت في الاول حتى يطيب من تحت، عاد ندير نزيد نشعلو من الفوق. ومهم نكمل الباقي المقادير اللي باقيين اللي غادي نكملهم، العجينه الخليط اللي باقي اللي نكملهم في ليمون الاخرين. المهم تلاقاو من بعد. المهم بالنسبه للشيكولا، انا عندي الشيكولا هادي هي دوبتها في ميكرو اوند، غير كدوبيها في ميكرو اوند غير كدوب تولي جاريه. كنشري هكا بواطه بحال هكا كندوبها في ميكرو اوند، ما كندير لها لا حمام ماريا ولا، كتجيني ساهله. وبالنسبه للكاب كيك ديالي هو كيفاش خرج ليا، شفتوا كيفاش خرج. دابا غادي ندهنو بالشيكولا، ندير له شويه الشيكولا ودهنوه باش ما بغيتو من الفوق، نمشيو عليها. وانتم كيكون عندكم الاختيار، اما ديروا له الشيكولا اما ديروا عليه لاكريم. هاد المرة نشارك معكم بلا كريم، كيجي عاوتاني زوين مع لا كريم.
صافي دابا غادي نستمر معاه كيما هاك، يعني ندير له الشيكولا كامل وديروا له يما الحلوه، الحلوه ديال زنقوا شويه الحلوه صبت على الصوك باش كيعجبهم، يما باللوز كيمو بحال هكا. نتوما المهم كيكون عندكم الاختيار ديالكم، نتوما تزوقوه باش ما بغيتو، واللي متوفر عندكم يعني اللي متوفر عندكم ديروا به، بنادم يدي باني به ماشي ضروري تكون هذه ولا. المهم كيفاش قلت لكم يعني دابا غادي نستمر معاهم كما هاك وعاد غادي